السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ أهلا وسهلا بكم في قناة الزير. اليوم الفيديو راح يكون مختلف شوي. الفيديو اليوم عن فورتنايت يا شباب، راح ننزل بفورتنايت ونلطم الشباب ونلطم المعرقين. وخليكم مع الفيديو، ولا تنسوا تحطوا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس. زر الجرس فعلوا ايش كان اسمه؟ زر الجرس يا شباب، فعلوا زر الجرس. يلا ليتس جو، خليكم مع الفيديو. ليتس جو شباب، راح نفوت جيم هسه ونشوف ايش راح نسوي في يوم اليوم. ليتس جو يا شباب، فتنا على جيم. زي ما تعرفوني انتو انا معرق فورتنايت يا شباب، راح اجلدهم كلهم ايزي. باقي 3 ثواني يا شباب، ليتس جو. السلام عليكم، وين ننزل يا شباب؟ ما انا ما بعرف الماب خالص. الاغاني يا رجال في الباص. خلاص ننزل هون يا شباب وليتس جو يا شباب. اجلدهم بس ثانية، في حدا شوف له؟ شوفونا في حدا؟ في واحد يا شباب راح يخبزني. بليز مان. هرب هرب شباب. ايش هالصوت؟ في واحد تحت يا شباب. بلعت يا شباب، بلعت. اول كل يا شباب ايز، قلت لكم انا معرق الايم مره بيض يا شباب، لازم اعدله شوي. ليتس جو. هذا نوم طلع فورا. في حدا قاعد يبني. معه شوت جن يا شباب، خلونا نبعد عنه. ليتس جو بيبي ايزي يا رجال، ما عندي انا. تبلع الطمك، تقرب علي تسوي فيها محترف الطمك. ما هو شاتجن يا شباب. اي ايش، خلونا نجربها. قادة وانت بيض يا شباب. سنايبر يا شباب، ايزي سنايبر، راح نجلدهم، راح افقع وجههم. خلونا نشرب دم. شباب حدا. شباب لطمني يا شباب، لطمني يا شباب. يا شباب هذا اخذ سكن انمي يا شباب، شكله معرق يا شباب، لطمني سريع. ليتس جو شباب، هذا الماتش الثاني يا شباب، خلونا نلطمهم. والله ما ادري شكلهم محترفين. وين نطيت؟ قاعد خلونا نشوف وين ننزل يا شباب. خلونا ننزل هون. ليتس جو. نزلوا قدامي يا شباب، شوفهم اسرع. ما ادري وين رايح انا يا شباب، راح اتلطم شكلي. حدا جنبي؟ في اشخاص كثير مر. شباب جي بلا حد. ليتس جو شباب، سلاح من البداية شباب. شباب الاطمر الاطمر. هو فوق يا شباب. لطمني يا شباب، لطمني. شكلهم معرقين يا شباب فورتنايت هدول. يلا يا شباب بدنا الماتش الثالث. ليتس جو.
شباب حطوا لايك يا شباب عشان بطمهم اكثر. تمام طيب واحدة اوه يا شباب عم بتعلم البناء. ليتس جو. هيل شو كيف يبين علي كم معي خشب؟ كيف يا شباب اغير من الخشب للحجر مثلا؟ هسه معي انا ذهب. ايش هذا ذهب ولا حجر؟ خلينا نكسر حجر يا شباب. هذا مو حجر هذا حيط بس. ايش هذول قاعدين يسوون؟ يا شباب ليتس جو. اعطيه واحدة كذا. شباب بنزل هون. فين؟ ايش هاي؟ بس كون شباب اتوقع هون ما في حدا. ان شاء الله ان شاء الله يا شباب يا رب. اوه في واحد يا شباب. اثنين ولا هذاك تنين ولا ايش؟ ايش هذا السلاح؟ يا اخي ما في سلاح ولا اشي. شباب شكلي تلطمت. انا في الصندوق يا شباب صوت. بس كيف باخذ؟ شباب ما في سلاح. ايش هالبيض؟ سلاح يا شباب. ليتس جو. يدين الحظ شباب اول ما اخذت السلاح طلع في وجهي بلع سريع. اعطيني الشوت جن حقه عشان ابلع. ليتس جو. لايك يا شباب لايك. انا دخلنا خلاص ما في شيء. ليش نرجع؟ اي القنبلة البيض. اوه تسوي شجرة يا شباب يمديك توقف عليها. لا لا واحدة تانية هنا. ايش هذا؟ افتح. هادي يا اخي هادي بيض. الله كم طلقة فيها؟ ليتس جو. كل ست ثواني تطلع طلقة يعني ما يخلص. معنا شوت جون رشاشات فرد. هذا فرد بس اتوقع عاد يدمج مرة. في صندوق يا شباب. في صوت صندوق عسمه. يبو هنا هنا لا مش هنا. يبو هنا. يبو ليتس جو بيبي. ايش هذا؟ هذا سلاح رشاش. اوه دم يا شباب راح اخده بدل هذا. حطه هون محل فرد. اخذ الدم. اشرب يا رجال. خلاص حاشت. يلا باخذ سلاحي كمان عشان يصير مره زياده يسكر. وشدكن يا شباب تاني. سمعت الجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف انا فتحته؟ ليتس جو يا شباب. ليتس جو. هذا الرشاش احسن. اي رشاش احسن اللي معي ولا هذا؟ هذا شكله كويس معي منه بس خليه هذا اسرع. هذا اسرع اتوقع. هذا يخبز سريع. خلونا نبدل نحط هذا. هنا وهذا. جيب هنا الشوت جن عشان اعرف اماكنهم يا شباب. انا وبقات سريع اخبزهم. يلا ليتس جو. خلونا نروح الماب. ما معي دم يا شباب. اذا حدا لطمني ابلع سريع. خلونا نشوف اذا في دم هون جوا. دم. ايوه كف كف. لا اعطيني شيل هذا البيض. يا شباب ينطم هذا. اعطونا وحده كمان كذا نحط دم. قصدي خشب. اوه هون في شي يا شباب. طلق مدري ايش. هذا صوت السلاح. صندوق. يدم يدم يا شباب. خلينا نشرب الدم. دمي معبى يا شباب. خلينا نشرب هذا. اوه صارت زوم يا شباب. الزوم صغر اكثر يا شباب. اوف صوت. اوه دم مرة ثانية يا شباب. بس ما ابغى. ولا هذا احسن ولا هذا يا شباب؟ اي دم احسن اكتبوا لي في التعليقات عشان اعرف المرة الثانية شو اخذ هذا ولا هذا يا شباب. اتوقع هذا.
ولا هذا ثلاثة هذا ما أدري والله يا شباب. يلا الثلاثة أحسن من واحد. ليتس جو. عادي ما في طريق، نفتح طريق. يا شباب يبغى لنا درج يعني. ايه ليتس جو. بعدين واحدة كده اكس. ليتس جو ليتس جو. خلاص حاجة هنا، صرنا في نص. اح يا شباب هذا فين اتخبى فيه؟ كفو والله، في مرة دايم تخبى فيه يمكن ما تبين ما يشوفوه يعني يطلع. هو هداك واحد يا شباب، هذا هداك شوفوه هناك. جاييني جاييني شباب، بعطي وحدة شوتجن سوبلكس. هو شكله محترف يا شباب. اقتله ولا بتركه؟ خلونا نقتله احسن. هو يقتلنا شباب. طلعنا ايزي شوتجن يا شباب. ليتس جو. اوه في واحد ورا يا شباب، هذا هو ولا كيف؟ واحد شباب بلعنا. اوه اعطيته واحد سبلكس يا شباب. اوه يا شباب شباب هو شكله يا شباب محترف بناء. فينك؟ بدي اجلده يا شباب. شكله خلص معه ولا هذا؟ شباب فوق شباب اعطيته واحد اسمه. لا شكله بيجلدني يا شباب. فين؟ شباب ماني شايف. هرب ولا ايش؟ اوه صار زون يا شباب، باقي 8 ثواني ببلع. خلونا نبني واحدة. واحدة اكس يا شباب. اوه اوه يا شباب اوه بلعب. لا عشان كده يا شباب قلت لكم ما ابني، خلاص اتلطم. خلاص يا شباب الان اكون خلص الفيديو. حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يصلكم اشعارات. وليتس جو. السلام عليكم.